واش متعشيش هو وحيد؟ فاش تمتع اخويا؟ فاش تمتع؟ متعشى مع الفريقات الله يخليهم لك. مع الفريقات ديالي. الله يخليهم لك اخويا. الله يخليهم لي الحوت ديالي. ولكن كاين شي ناس كيقول لك الحمد لله ثلاث نقاط، ولكن كاين شي ناس كيقول لك امام زامبي وبالنجوم اللي عندك خاصك تحسم الفوز وتربح اداء ونتيجة. كانت النتيجة؟ ولكن واش كان الاداء؟ هذا هو السؤال اخويا. هذا هو جوج ديال الناس. اخوك نتايا راجاوي ود الكرة. صافي بعدا 3 بوين هذا هو الرباح دزنا، وكاين الفئه الثانيه اللي قالت لك خصك تربح نتيجه واداء. وصل امام زامبيا. فوالا هذوك الناس اللي قلتو نتيجه واداء نتوما ولا الكره ولعبتو كره ما عندي ما نسالك. هذاك اللي قلتي لي يا خويا 3 بوين مشي سير دير شي بيعه وشريه ودخل بها شويه الفلوس، مالك مالاش تبقى تتفرج في الكره انت؟ عرفتي علاش؟ اسمح لي انا نقول لك واحد القضيه، عرفتي علاش؟ لان اخويا الانسان اللي كيتلعب كره وكيعرف كره وكي فهمتيني خاصو هاد المسائل يهضر تشوف واحد الفرقه اللي تقنعك. كاينه المتعه الكرويه، كاين التخطيط ديال الكره كيفاش غتلعب، الخطه ديالك، وكاين اللمسه ديالك ديك كمدرب في لي شونجمون. هادشي اللي قلتي كان اليوم، هادشي ما كاين منه والو اليوم. كون كان اليوم كره انا مريح كنتفرج، اي غيكون قول لي في غيكون يلا. وكان اخويا راه غنتفرجوا غنتمتعوا تلقانا فرحانين، ما كاين والو اخويا. لا غنفوز راك ما فرحان ان شاء الله. لا ما غنفرحش اليوم اخويا، غنتمنى نفرحها مع الرجاء ان شاء الله. المنتخب قليل فيه كيفرحنا، خاصنا مدرب. راه ماشي انا بوحدي اللي كنتاقدوا، ولا شي واحد يبدا يقول لك الاخ كينتاقد. راه نتاقدوا الراديو، نتاقداتو التلفازه، نتاقدوا محللين كبار واعرين عليا واعرين على اي واحد، لا في التلفازه لا في الرياضيه لا في جميع المناظر، ونتاقداتو إذا رياضية أجنبية، لأن يعني الطريقة قال لك كيفاش المنتخب هذا ماشي هو اللي كنا كنشوفو. واحد عندك بولو، رحيمي، زياش، إبراهيم دياز، مفاري، كعبي، رحيمي، نجوم هادو. وعندك الدراري كلهم جايين. كلشي تشوت، كلشي هاد العام تشوت، كلشي عدلي. كاين واحد الصورة اللي لاحوها واقيلا في شي موقع ديال اللعابة المغاربة كلهم دايرين تريونكل، كلهم جايبين لي كوب ولعيبات. وأنت عندك بارلي مايور ديال لي جوار في العالم كامل. وما غتربح الزامبيا. ناقص مدرب اصاحبي الا بغيتي هضره المعقول. انا ناقص مدرب اللي غيفهم كره مزيان. انا كنهضر معاك اخويا ماشي باقي دري صغير، تبارك الله راه عمرنا ودرنا الوليدات والركراكي وتشاف كره وما كنتيش كوير يا خويا. نكونوا واقعيين بلا ما ندخلوا في شي ديتاي اخرين. صراحة وسمح لي هو تا مسعود تا هو كيقول لك ديكاج اصاحبي خاصو يشوف خاصو يبدل طريقة اللعب. إلا كان ذكي غيبغي يرهن لينا حيت ما يمكنش حنا نحكموا عليه السير، حنا ما عندناش لاعبين ضامة هز هذا حط هذا، عندنا مشروع عندنا مشروع عندنا معارج ديال كأس إفريقيا عندنا كأس العالم عندنا بزاف. هاد انتقاد ماشي باش نقولوا السير، أنا كون جات علينا وعندنا البديل وهادي وكاين ما كاينش بزاف د الحوايج اللي حنا سانينهم افسير بلاص خصك تبدل المدرب غيحط لك عنده نجوم واعرين غيلعب بهم فرقه واعره غيلعب بها كره زوينه. حتى تخيل معايا قبيله دياز مسكين جيب كره كيجري بها من ملعب دات طنجه وعطاها زلق هذيك اللقطه اللي خلاتني نط وزلق قال سميتو لارير غوش ديال الوداد عطيت الله بقى هو ما فهم والو بس عارف واحد كيلعب اوت نيفو وزل لك كره وكيبان لي لعاب زلق قدامه وير ماشي زعما تقليل من اللاعب عطيت الله الخطه باش كيلعبوا باش يتحركوا باش يمشيو خاصو الاخر اللي غيزلق ليه كره يلقى كره يا سابقه بواحد الخطوه او اللي غيحط بلوكاج في رجله. دابا حاليا باش نخدموا خويا عادل اخويا واحد عفوا تكوت الكره تغير دياش ومفاهم الحركه اللي داروا بعد التغيير ديالو انهم مرضاوش كاين اللي لحقوا راس كاين اللي ضرب القرعه في الماء هو والد ركلا قلت له الصحفيه قال انه قال كان بليسي قال لا قال بغير بليسي قال ماشي مشكل هذاك برهن انهم كانوا باغيين يكملوا اللعب. واش تشوف نظرك
شوف خويا العزيز، كون كما كتقول يا خويا لعبت كره، اي كاينه هذه اللقطه هذه، ما كتكونش عاني بها انت المدرب ولا عاني بها شي واحد. انا كنكون لاعب نهار واحد لاعبنا مثلا، انا عارف راسي مزيان ولعب مع فرقه في المستوى اللي غنقدر نربحها، فهمتيني، غنقدر نربحها وما درتش معاها ماتش مزيان، غنكون خارج انا البونتوش، هذيك الرياكسيون نقدر نديرها حتى انا خويا، فهمتي. ولكن راه ما كنعنيش بها انا كالمدرب علاش خرجتي العاديه. حتى وليد خرج بهذا التصريح قال لك بان راه حتى الزياش كنت خايف عليه، عنده بليسي وسط السيمانه كانت هذه، هذا امور عاديه. وليد قال لك كنت معك حاليا، شنو تقول له؟ نقول يا خويا وليد، شوف النيه الا كانت صدقات معاك ذاك النهار، هي كاينه النيه، متفق معاك، نيتك زوينه وباغي تمشي بوليدات مزيان ودير حتى واحد، دير واحد الكارير واعر وتبقى دير سميتك تحفر لكل مغربي تحفر ليه، انت راك حفرتيه معانا في كاس العالم. ولكن اللي وليتي ندخل نفسك، انا اللي غنقول لك غقرا واحد شويه، ما صغر راسك مع الدراري، هادشي اللي غنقول لك، صغر راسك مع الدراري راه كيلعبوا كره واعره. شتي انا واصل، عفوا خويا، مرحبا بك، اللي خصها شي حاجه تجي يدوز معايا الوقت، كان غيتفقس في الكره. هما عندي كاع اللعابه انا، فهمت، كاع اللعابه كاينين، تما القرش راه كاين، راه هو كيعوم. مرحبا.